السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يحلى الكلام إلا بذكر الواحد الديان، ولا يحلى القول إلا بذكر محمد الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. هنتكلم النهاردة لكل حد متابع قضية نيرة أشرف أحمد عبد القادر اللي اتشهرت على السوشيال ميديا وأصبحت ترند رقم واحد في القضايا الجنائية على مستوى القضاء المصري. إيه اللي شغل الناس؟ اللي شغل الناس فيديو المشرحة. فاحنا طالعين نوضح لحضراتكم في البداية كده يا جماعة، انا مش هقدر اعرض لحضراتكم فيديو المشرحة لانه طبعا يمكن هيصير الذعر وهيصير يمكن انتهاكات وهيصير كمان وجع قلوب حضراتكم. فاحنا في البداية كده انا مش هنشر الفيديو. اللي حابب يشوف الفيديو يتواصل معايا على الواتس، ورقم الواتس على لمحة في القناة وانا هبعت له الفيديو. لكن عاوزين نتكلم بقى في قضية نيرة أشرف. أولا محمد عادل ليس مدرك، يعني ما عندوش إدراك بتأنيب الضمير، علشان الناس المتعاطفة مع محمد عادل أول أمس في محكمة جنات المنصورة صدر نفس الحكم على شخص يمكن اغتصب بنت خاله، وهنا بعد ما تناوب عليها ووقع بها موتها. هنا يمكن الولد ده يمكن عنده حدود 27 سنة ولا 28 سنة، في أول جلسة ليه في الحكم هو اللي طلب من سعادة القاضي، قال له ما تأجليش الجلسة. المحامي قال له أنا مش عايز محامي، وياريت معالي القاضي نفذ في القضية وما تأجلش فيها. ده الفرق ما بينه وما بين محمد عادل يا سادة. ده راجل حس بتأنيب الضمير ومدرك لكل حاجة، وعلشان كده يمكن هو قال للقاضي نفذ على طول وما تعملش تأجيل في القواضي. وهنا المحامي في نفس الجلسة كلم القاضي وقال له أنا متنحي عن القضية. يبقى هنا راجل عنده تأنيب ضمير، لكن محمد عادل يمكن طلع استكان بالكلمتين بتوعه في أول جلسة وتاني جلسة اللي تحولت أوراقه لفضيلة المفتي. لكن دي مش قضيتنا. قضيتنا فيديو المشرحة المنتشر على السوشيال ميديا لنيرة أشرف. الناس طبعا يمكن نمسك حتة حتة كده. الفيديو ما تصورش من المشرحة ولا اتصور كمان من ثلاجة الموتى. الفيديو يا جماعة متصور في الاستقبال. ليه؟ لو حضرتكم شفت الفيديو هتلاقوا البنت الله يرحمها كانت يمكن مستلقية على ترول. الترول اللي هو السرير اللي بتزق ده يا جماعة، لكن الترول ده لونه حمصي او اصفر برتقاني يعني، وده الخاص بعربية الاسعاف. مدير المستشفى طلع وقال ان هي ما تصورتش داخل المشرحة ولا كمان في ثلاجة الموتى. أمال التصوير ده جه منين؟ قعدوا يدوروا بعد ما انتشر الفيديو على السوشيال ميديا، والحمد لله يمكن من قيمة ساعات تم التوصل للمتهم الرئيسي في تصوير الواقع وهي ممرضة، يعني ممرضة من المنصورة. طيب انت صورت الفيديو تحتفظ بيه لنفسك، ايه الغرض ان انت تنشري فيديو زي ده؟ هل انت معتقدة ان الفيديو ده مش هيوصل للملايين؟ هل انت معتقدة ان الفيديو ده مش هيوصل لوالدة نيرة وابوها؟ مهما يكون الأب والأم لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، لكن دي قلوب 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 سيدة وقلوب راجل وقلوب ناس. وفي سيدات كتير جدا من أخواتنا في ربوع الوطن العربي وفي المجتمع المصري ما ينهضوش وما يقدروش إنهم يشوفوا فيديو بالمنظر ده. يمكن الفيديو حقيقي، عشان احنا بنطلع نأكد بس للناس الفيديو حقيقي، واحنا ما نقدرش إن احنا ننشر فيديو بالمنظر ده يا جماعة للبشاعة اللي موجودة فيه والوحشية اللي ارتكبها محمد عادل في حق نيرة أشرف. طيب هنتكلم في نقطة تانية، اللي طلع وقال ان البنت اتصورت بدون ملابس عليها خالص. لا يا جماعة بنتكدب الكلام ده، الفيديو الاصلي موجود معانا والبنت بكامل ملابسها، لكن البنت كانت لابسة يوم الواقعة وقت ما توفت كانت لابسة تيشيرت اصفر، لكن باين من التصوير ان التيشيرت احمر. ده من ايه؟ من كثرة الطعنات وسيولة الدم اللي نزلت على التيشيرت البنت دي، اتحول التيشيرت ده من تيشيرت اصفر لتيشيرت احمر. احنا طالعين بس نوضح للناس ونفسر لحضراتكم الاقاويل اللي بتصار على السوشيال ميديا، علشان بس ما فيش حد يقول ما تمش القبض على المرتكب الواقع اللي هو المصور. لا، تم القبض على السيدة وكانت ممرضة، وما كانش الفيديو في المشرحة، كان الفيديو في الاستقبال في مستشفى المنصورة.
طبعا يعني يمكن تم تحويل بعد ما تم القبض عليها، تم تحويل مدير المستشفى والكادر اللي كان موجود في النبطشيه دي للتحقيقات في النيابه العامه، لكن تم التحفظ على الممرضه اللي تمت يعني يمكن هنقول ايه؟ هنقول اللي انتهزت الفرصه، يمكن بدات انها يعني اللي صورت الفيديو اتمسكت وجاري التحقيقات معاها. في خبر تاني برضو منتشر يا جماعه، وهو وفاه والدة نيرة أشرف. أول ما سمعت الخبر، أولا والدة نيرة أشرف ما شافتش الفيديو، لكن هي يمكن سمعت من قرايبها من بنتها إن في فيديو منتشر على السوشيال ميديا ونيرة في المشرحة، يعني ما شافتش الفيديو، لكن يمكن أصابها حالة إغماء ودخلت في حالة هستيريا وتم نقلها على الفور لأحد المستشفيات القريبة من مركز المحلة، والحمد لله خرجت بالسلامة بعد ما تعافت وبعد ما يمكن فاقت من الواقع اللي طرأت على السوشيال ميديا. السؤال اللي صورت اللي هي الممرضه دي خلاص تم اكتشافها، انت صورت ليه وصورت علشان ايه؟ يعني انت عندك منصه ولا بتشتهري ولا ولا ولا؟ يمكن لما عملنا بس مباشر بالامس وجينا نتكلم على الفيديو، بس نتكلم ونقول للناس اللي عاوز يشوفه يتواصل معنا على الواتس، الناس قالت احنا مش عاوزين نشوفه ولا عاوزينك كمان تتكلم في التفاصيل، لان انا شرحت التفاصيل. البنت مستلقيه على ظهرها في على الترول اللي هو البرتقالي دوت، وده كان ترول عربيه الاسعاف، ويعني بشرح الناس ازاي مستلقيه وازاي لابسه ايه وايه. الناس يعني يمكن اتغاظت واتضايقت ويمكن استشعروا الظلم اللي وقع على البنت دي، وقالوا يا استاذ مجدي بلاش تنشر الفيديو، فانا كده كده مش ناشره. قالوا كمان بلاش تتكلم في تفاصيل الفيديو. يمكن الاخبار المنتشره على السوشيال ميديا ان مدير المستشفى كان عنده علم او المشرحه كان عندها علم، لا يا جماعه احنا بناكد لحضراتكم ان الفيديو ما تمش تصويره في المشرحه، لكن تم تصويره في زي ما احنا بنقول في قسم الاستقبال او الطوارئ اول ما نيره وصلت على طول. انتشر فيديو تاني برضو يمكن قريب او من الواقع بينه وبين نيره يعني 2 متر، كان الشخص اللي صور، لان ما فيش اي سيده في الوقت ده هتقدر تصور من البنات بتوع الجامعه، واحتمال تكون بنت من طلبات الجامعه. الفيديو متصور ما بين الشخص الحامل التليفون ونيره اشرف وروحها بتطلع. انا بقول لحضراتكم اللي شفته والفيديو موجود معانا، وروحها بتطلع يمكن اخر لحظات اخر ثواني في حياه نيره اشرف، والفيديو جايب كمان الولد وهو بيلقي نيره اشرف الشهاده. يا جماعه نيره اشرف قدرت انها تقول الشهاده، ونيرة أشرف يعتبر شهيدة، علشان طلع هنقول طلع في بعض الشرذمة على السوشيال ميديا ويقولوا هي نيرة أشرف كانت بتجاهد في سينا، هي نيرة أشرف كانت قاعدة في حرب 73، هي نيرة هي نيرة هي نيرة. يا جماعة نيرة أشرف لها ما لها وعليها ما عليها، وزي ما احنا بنقول اللي ليها بنقول اللي عليها. يعني انتشر على السوشيال ميديا فيديوهات الناس طلعت وقالت، يعني بعض القنوات طلعت وقالت ان الفيديوهات دي مفبركة لنيرة أشرف. لا يا جماعة أنا معانا فيديو لنيرة أشرف في حدود 5 دقايق، الفيديو ده في الديسكو وعلى البلاج وفي حفلات ورقص، وكمان يمكن الناس اللي بينهشوا في عرض هذه البنت المتوفاة لأنها في دار الحق وإحنا في دار الباطل. فأنا بس عاوز أوصل لكم حاجة، يعني يا ريت إن أنتوا تتساووا في الرؤوس، إن أنتوا تعاملوا الناس كلها معاملة واحدة. إزاي؟ أقول لحضرتك نيرة أشرف ظهرت في الفيديوهات وانا بقول اهو، يعني يمكن الكلام ده ضد قضيه نيره اشرف وانا راجل متضامن معاها، لكن احنا بناكد نيره اشرف لابسه فساتين زي الممثلين بالظبط، زي الممثلين بالظبط، مش هقول لكم يعني يمكن لابسه حاجه خارجه او بتاع، لا، بس لما نيجي نعاقب اسره نيره اشرف علشان لبس بنتهم او مطلق الحريه اللي هم ادوها لبنتهم ده حاجه، ولبس نيره اشرف ان احنا نعلق عليه ده حاجه تانية. طب انت يا استاذ اللي انت طالع تقول انها كانت بتلبس وكانت الملابس هي سبب الاغراء وسبب، ما تطلع تتكلم يا عم على الممثلين والممثلات، ما هم برضو بيمثلوا افلام وبيلبسوا زي نيره ويمكن اصعب من لبس نيره برضو، ما تطلع تتكلم وتواجه الناس برضو، ولا انت مش شاطر على بنت مش ما تقدرش هي ترد عليك لانها ماتت؟ ودي يعني ايه؟ يعني انت دايما اللي على البر شاطر. طب انت اتكلمت في نيره اشرف وقلت انها كانت بتلبس وفي حفلات وفي وفي وفي، نسيت الممثلات والقبلات اللي بتبقى في الافلام ويمكن الملابس الشبه عاريه والحفلات، مهرجان القاهره السينمائي، مهرجان ريب كارت، مهرجان البحر الاحمر، مهرجان الجزيره، ما دي كلها حفلات، ما تطلع تتكلم ولا مش قادر؟
طب انت لما تيجي تتكلم على انهيار اشرف ما تكلمتش ليه؟ ما تكلمتش ليه لما نبقى في قلب العزاء، يعني في حاله وفاه فنان او فنانه وفي قلب العزاء، ونلاقي اللي هو صاحب حاله الوفاه جميع الممثلات داخلين كده بالصف 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 بوسوا احضان، ما تكلمتش على دي ليه؟ ما تكلمتش ليه لما تعرف ان الممثل الفلاني زوجته الحقيقيه في الحقيقه يعني فلانة الفلانية، ويكون هو موجود في الفيلم وزوجته الحقيقية موجودة في الفيلم، وهو بيقبل ممثلة أخرى وزوجته بتقبل ممثل آخر، ما طلعتش واتكلمت ليه؟ يا جماعة المجتمع مش هيصلح حاله غير لما يبدأ كل واحد فينا يبدأ بنفسه، ما فيش حد يقول أنا ماليش دعوة، ما فيش، ما تختاروش يعني ناس معينة وتسلطوا الأسهم بتاعتكم والجروح بتاعتكم عليها، هي ماتت، أسرتها إحنا ما بنعفيهاش من المسؤولية والمشاركة، لأن نيرة اللي اتضح بعد كمية الفيديوهات وبعد الفيديو اللي أنا يمكن شفته عن قريب وكبرت الفيديو عشان أتأكد هي نيرة ولا لا، في حدود 15 فيديو أو 15 جزء متجمعين في فيديو واحد، والفيديوهات كلها بتاعت نيرة أشرف. في مطلق حرية كبير قوي من الأب والأم لنيرة، نيرة يمكن قضاء ربنا، قضاء ربنا سبحانه وتعالى خدت جزاء، وده قضاء وقضاء، والاب والام مهما يكونوا جبال قدامكم فاكيد مفيش حد قلبه هيتحرق على نيرة اشرف اكتر من ابوها وامها، والنهارده جاري عشان المنصات بس اللي بتطلع على السوشيال ميديا وعماله تخبط وتشهر نفسها وعايزه ترند وعايزه وعايزه، وكل واحد تشوف الفيديو المشروع بتاع نيرة اشرف على اليوتيوب تلاقي مكتوب فيديو الحق الفيديو الاصلي اللي مشرحه لنيرة اشرف في المشروع، وتبص تلاقي فيديو دقيقه او دقيقتين وتلاقي الصور عمالين مركبين او عمالين يتكلموا بالصوت، ولك اللينك في الديسكربشن في الوصف. ليه يا جماعه؟ ليه يا جماعه؟ ده احنا بلد اسلاميه وعندنا عادات وتقاليد، واتكلمنا برضو يعني اي حاجه في كنف نيرة اشرف لها وعليا اتكلمنا فيها، ابوها وامها اتكلمنا ليهم واللي عليهم برضو في بثاتنا وفي فيديوهاتنا قبل كده، وقلنا ان نيرة اشرف يعني طالعه من بيئه قد تكون تشبه البيئه الريفيه، يعني الريف ليه عادات وليه تقاليد وفيه، واتكلمنا على المرحله الثانويه بتاعتها وازاي ان بنت في ثالثه جامعه يعني كانت من سنتين ثلاثه لسه في الثانويه العامه، فين؟ ويمكن اكتر حاجه اثرت في فيديوهاتنا ازاي ان ابوها يبقى راجل مدرس ابتدائي مربي اجيال، يعني النهارده ابوها لو في المدرسه وشاف بنت في رابعه ابتدائي ولا خمسه ابتدائي حاطه روج ولا مسيبه شعرها ولا حاطه رجل على رجل هينهارها ويعلمها العادات والتقاليد وي 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 وي. اتكلمنا برضو في التنشئه الاجتماعيه لنيرة اشرف، يعني ما سيبناش حاجه في القضيه بس بنتكلم بحياديه. احنا دلوقتي قضيه نيرة اشرف بعد تضامن المستشار فريد الدين في القضيه مع محمد عادل وتضامن مرتضى منصور مع نيرة اشرف وتداخل بقى يعني خلاص، ولسه بقى قضيه يعني مذكره النقد لسه هتقدم قدامها 15 20 يوم. النهارده احنا بنتكلم في قضيه دم، في قضيه حق، علشان دي ما تكونش يمكن زي ما بيقولوا ان السياسه متبعه في المجتمع. يعني ايه؟ النهارده لما تيجي تبص على اكبر فئه في المجتمع، الفئه الجامعيه، يعني النهارده شوف عندنا كام جامعه وعندنا كام كليه وكام كليه فيها كام الف طالب كل قسم، يعني النهارده يمكن القضيه بتاعت نيرة اشرف النهارده تعتبر نص المجتمع، نص المجتمع. اصل خلاص يعني مش هينفع مثلا، مش احنا مش هنحجر عن الاولاد او الصبيان والبنات اللي هم في الجامعه هم اللي هيحبوا بعض، ما في طلبه في دبلومات في معاهد فنيه في معاهد خدمه اجتماعيه في 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 في، فالنهارده عندنا فئه كبيره جدا ممكن يقعوا في نفس المأزق ده وفي نفس الحكايه بتاعت محمد عادل ونيرة اشرف. النهارده احنا بنطالب بالقصاص، ليه؟ علشان يكون محمد ونيرة نفس القصه برضه، تكون عبره لمن لا يعتبر، تكون عبره للفئه المجتمعيه اللي بتشغل يمكن اكتر من نص المجتمع. النهارده مفيش بيت ولا في شقه في جمهوريه مصر العربيه الا ما يكون فيها طالب واثنين في الجامعه، طالب واثنين في الجامعه. فهنا يمكن الناس اللي بتندد ببراءه محمد عادل او تخفيف الحكم من سبق واصرار وترصد الى ضرب افضل للموت الى مش عارف ايه عدم ترصد، الناس دي بتحاول انها تستعطف الراي العام، فانا عايز اوضح لحضراتكم ان الراي العام ليس له يمكن فصيل في القضيه من قريب او من بعيد. النهارده النقد برضه عشان اوضح لحبايبنا، النقد في الحكم يا جماعه، النقد في الحكم مش في استعطاف
الرأي العام، مش في تنازل أبو نيرة وأم نيرة، مش في قوة المحامي الفلاني والمحامي العلاني، ومطلعين بقى يعني شوية ثغرات كده في حيثيات الحكم، إن إحنا هندخل من النقطة دي علشان نخفف الحكم على محمد عادل. لأ، النهاردة النقد بيكون في منصوص أو في نص الحكم. هل الحكم دوت الحكم ده مساوي للجرم ولا لأ؟ يعني اللي قدامه 15 20 يوم عشان ننتهي من قضية نيرة أشرف، وأتمنى من ربنا سبحانه وتعالى زي ما صدر قرار بنشر أو حظر المنشورات والكلام والفيديوهات في قضية شيماء جمال، يصدر كمان قرار في حظر التحديث في قضية نيرة أشرف. وحابب برضو أوضح لحضراتكم إن بعد الشرذمة اللي بتطلع على السوشيال ميديا ويقولوا إن نيرة كانت علمانية وفي عبدة الشيطان وكانت 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 وكانت، بنقول لحضراتكم ان الاستاذ خالد عبد الرحمن المحامي نيره اشرف بالفعل قدر انه يجيب ضبط واحضار لاكثر من قناه، يعني مش القناه نفسها او يقفلها، لا ده هو خالد عبد الرحمن محامي نيره قدر يجيب ضبط واحضار لاكثر من صاحب منصه، اللي هم يمكن بيتكلموا في عرض البنت، سايبين القضيه وسايبين لوب القضيه اللي هو في المحكمه او في حقيبه القاضي، وعمالين يتكلموا ده كانت بتلبس وكانت بتشرب وكانت بتروح وتيجي. لما انت لسانك طويل يا عم الحاج اهو، ما تطلع تتكلم عن الممثلين وتطلع وروح المصايف وروح الشاليهات وروح الكافيتريات والفنادق وشوف التمثيل وشوف وشوف وشوف، وانت هتعرف ان نيرة اشرف يعني مش هي اول واحده عملت كده ولا هتبقى اخر واحده عملت كده. ده انا بقول لك يعني لدرجه ان الناس اللي بتروح تعزي في المياتم او مراسم العزاء في الفنانين والفنانات بيبقى زوجها ماشي قدامها او وراها وهي بتبوس وبتقبل صاحب الميتم او اللي عنده ظروف. النهارده زي ما شرحت لحضراتكم في الافلام ايه اللي بيحصل فيها، ويمكن الافلام دي هي اللي ورطتنا ورجعتنا لورا يمكن 200 300 سنه من يوم نشأة السينما المصريه وعدم الرقابه عليها. يمكن النهارده الالفاظ اللي محمد عادل اتكلم فيها وخلال الجلسة الأولى والتانية، شوف دور على الألفاظ دي جاية من أفلام مين؟ محمد رمضان أفندي وأحمد السقا، يعني ما هو ده اللي بيتصدر لينا، ده اللي بيتصدر لينا، ناس تمثل وتاخد ملايين وناس تدفع الثمن بدمها. يا جماعة اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، كل واحد هيتكلم كلمة هيسأل عليها، كل واحد فينا هيتكلم كلمة هيسأل عليها، أوعى تفرح بشوية مشاهدات وشوية أرباح وشوية وفي السماء رزقكم وما توعدون، ربنا سبحانه وتعالى قال إنما الدنيا متاع، الدنيا متاع والحياة خير وأبقى. يا جماعة اعملوا لآخرتكم يا جماعة، ما تعملوش لدنيتكم. وبعدين عندك أمثلة كتيرة جدا جدا جدا، النمرود، القارون، رؤساء الدول، الحاجات دي المفروض أنت تعي وترجع لنفسك وتشوف، تبص لولادك وهم نايمين، تبص لولادك أنت بتأكلهم إزاي، بتصرف عليهم إزاي، بتشربهم إزاي. النهارده قضية نيرة هيجي لها يوم وتنتهي، قضية نيرة هيجي لها يوم وتنتهي، بس الحسنة اللي انكتب ما بتتمسحش، والحسنة لا، والحسنة والسيئة اللي بتنكتب ما بيمحاهاش أي حاجة. فليه إن أنت تطلع النهاردة وتعرض نفسك للبذاءات وتعرض نفسك للإهانة وتعرض نفسك للضبط والإحضار؟ وإحنا طبعًا عارفين يعني بدون أسماء عارفين مين اللي بينهشوا في عرض المرحومة نيرة أشرف، لها ما لها وعليها ما عليها، ومفيش حد بيتحصر على نفسه اكتر من نفسه. يعني اوعى تفكروا ان لان الانسان لما بيتوفى اول ما بيدخل قبره بترجع روحه ليه تاني مره تانيه، يعني يا ريت تاني قدمته ايه لحياتي. فالنهارده ما بيحزنش على المتوفى او الشخص اللي بيموت اكتر من كفنه، يعني الاب والام ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا نعمه النسيان، فاكيد هننسى وهم هينسوا والقضيه خلاص هيطلع ترند تاني او يعني افظع من كده والموضوع هيمشي. لكن احنا بناكد لحضراتكم بس الفيديوهات يعني اللي منتشر على السوشيال ميديا ومدى صحتها من عدم صدقها، وحبينا ان احنا نوجه رساله للناس اللي طلعت على السوشيال ميديا، عملوا نفسهم اصحاب منصات، عملوا نفسهم يوتيوبر اعلاميين، اللي اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، والله العظيم والله العظيم كل واحد اقترف اسم في حق نيرة اشرف والله العظيم ربنا هيحاسبه، وما كانش حسابه في الدنيا هيكون في الاخره. ويمكن النقطه الاخيره بس اللي انا عاوز اتكلم فيها ان الاسرتين محمد عادل واسره نيرة اشرف اسرتين منكوبين، والضرر سايب الدنيا كلهم والضرر راكب عليهم هم الاثنين، واحد فقد بنته قدام عينيه، هيجيله في يوم من الايام حتى لو ما شافش الفيديوهات هيجيله في يوم من الايام ويكشف ويشوف فيديوهات بنته، واكيد الواحده ماتت وخلاص في دقائق ويمكن نارهم بدات تبرد، والثانيه اللي هي الام محمد عادل واخواته البنات منتظرين الحكم
في بالقصاص العادل في محمد عادل، فاكيد الاسرتين الاثنين هم ضحايا. اللي كان النيره ضحيه الحريه الزائده، وابوها وامها والحاجات دي كلها، دي يمكن استراتيجيات اجتماعيه ما بين الاسره وبعضها، ويمكن هم يعني شافوا تربيتهم وشافوا مطلق حريتهم وصلهم لايه؟ وصلهم لايه؟ ويمكن الاسره الثانيه نفس القصه. وبلاش يا جماعه نسمع المهاترات، بلاش نجري ورا الشائعات اللي لا حول لها ولا قوه في قضيه نيره اشرف ومحمد عادل. حبينا ان احنا يعني نقول لكم ونوضح لكم الفيديوهات المنتشره على السوشيال ميديا من حقيقتها من عدم حقيقتها. اتمنى لو حضرتك شاهدت معايا الفيديو للنهايه يا ريت ما تنساش في الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد في قضيه محمد عادل ونيره.